Okay, cream is ready. ما طب ما تكتب احسن يعني، واللي مش عايز يحضر يبقى يحضر بدل ما انت تبعت له الفيديو لحد عندك البيت، صح ولا لا؟ شوفوا تاني. لا ركز انت هنا، شوفوا تاني. طيب الفاتيج لوينج اللي هو ايه؟ حد عارف، حد شاف في حياته قبل كده؟ حد يعني عضلات جسمك؟ لا حضرتك مش شفتها قبل كده. عضلات جسمك ايه؟ عضلات جسمك بعد كده ماشي كده، عضلات جسمك المسطرة. ايوه حد عارف ان فاكر المسطره بتاع زمان الشفافه اللي كنت بنضرب بيها بعض؟ مش كنت بتيجي كده احيانا ممكن تضرب فيها تبني فيها لغايه لما تبيض، كانت بتبيض كده من النص وكانت تتكسر، صح؟ اه ده شكل ده 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 حاله من الحالات اللي بيحصل فيها الفاتيج. انت وانت كنت مره كسرت، كسرت من اول مره؟ لا كسرتش من اول مره، معنى كده ان اللي انت عملته ده اقل من ايه؟ من الالتيميت. هي يعني اللي يخليها ما ترجعش، انما عشان تتكسر من اول مره يبقى لازم اللود يعدي ايه؟ اعلى نقطه خالص اللي هي الارض. يبقى اللود وطالما انت سبتها رجعت تاني يبقى هو اقل من اليلد واقل من الالتيميت طبعا، طالما اقل من اليلد يبقى اقل من الالتيميت. طيب ليه بقى بعد لما اكرر نفس الحركه كذا مره مع ان اللود اقل من اليلد تتكسر تبتدي تروح تتكسر؟ هو ده الفاتيج، ان انا بيبقى عندي مشكله ان انا عندي مشكله معتمده على التار بتاع اللود مش اللود. خلاص دي قصه ثانيه بقى خالص، ان انا اللود بتاعي ملوش دعوه خالص باليلد. اهو انا الكيرف بتاعي انا هنا كده، انا لسه هنا مثلا ما وصلتش هنا خالص، الطبيعي ان انا مش عندي عادي. انما مع تكرار اللود بيحصل مشكله اللي هي الفاتيج او الدايناميك لود. الكلام ده بيبقى موجود فين؟ يعني الحاجات اللي ضايق فيها اللود بيتكرر كده، حد في دماغه حاجه؟ اللود عمال يجي ويروح ويجي ويروح ويجي ويروح. مش الكباري دي واقفه معلقه كده، تيجي العربيه عليها الكوبري يحصل له ايه؟ يعمل كده تمشي العربيه يرجع، تيجي العربيه نص ناقل ينزل وهكذا. ده فتيجة اهو او سايكليك لودنج، هنتكلم عن سايكليك لودنج دلوقتي. فعندنا حاجات كتير قوي بتتعرض لفتيج، زي مثلا القضبان بتاع القطر، هو مش قضبان القطر يجي عليها القطر يعمل كومبريشن، يمشي القطر راح الكومبريشن، القطر جه الكومبريشن وهكذا كم مره بقى في اليوم؟ كم مره على اللايف بتاع القضيب؟ خلاص؟ فحاجات كتير قوي فيها الفتيج، وده وفي اغلب مشكلتنا ما بتبقاش في الحاجات الدايناميك، يعني مشكلتنا ما بتبقاش ان انا عديت الجيل، مشكلتنا حصل لي ايه؟ فيلير بسبب مين؟ الفتيج. خلاص؟ في الحاجات السايكليك لودنج مش الحاجات اللي هي القديمه اللي هي عليها لود مره واحده وخلاص. طيب يبقى خلينا نبص اول حاجه ايه اشكال اللودز اللي عندي. اول حاجه لو انا مثلا ده التايم وده اللود اف مثلا، لو انا اللود عندي شكله عامل كده ده بنسميه ايه؟ بنسميه راندوم لود، يعني حاجه بحسب لها اي كويس كده، حاجه عشوائيه جدا. بنتعامل معاها ازاي؟ بيتعاملوا معاها بحصل. احنا ما بنتعاملش معاها دلوقتي على الاقل يعني. فالردود احنا مالناش دعوه بيه. طب امال ايه اللي احنا لينا دعوه بيه بقى؟ طيب ده احيانا بنسميه كمان، عشان لو سالت في حاجه نظري، ده بنسميه نون ساينوسويدال لود. خلاص يعني هو مش ايه؟ مش ساين كيرف، يعني الكلمه اشتغلت مش ساين كيرف. طيب عندنا نوع تاني من اللون، حاجه بالمنظر ده يطلع 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 وينزل ويبقى شويه يسكت كده وبعد يطلع تاني وينزل وبعد كده وهكذا مع التايم. ده ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ اسمه امباكت. امباكت الامباكت اللي هو ده هيعرف موجود فين؟ شاكوش، وانت بتدق تبتدي اللود، او قبل ما تلمس الحاجه اللي انت بتدق عليها اللود بصفر تبتدي يزيد 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 يزيد، وانت يعني وانت بتقبض في اللحظه اللي انت بتقبض فيها يزيد كده، وبعد كده انت رفعت خلاص بقى صفر لحد ما تيجي تنزل المره اللي بعديها. يعني الحاجات دي كلها تطبيقاتها موجوده، يعني احنا مش بنتكلم في الهواء ماشي.
ده برضو مش هنتعامل معاه خلاص. طيب الحاجه اللي احنا معاها او الحاجتين اللي احنا هنتعامل معاهم اللي هم لو انا عندي ساينوسويدال ويف اهي بالمنظر ده كده، ده بنسميه ايه بقى؟ ده بنسميه فلكتويتنج لود. يعني ايه فلكتويتنج؟ يعني معنى يعني طالع ونازل اهو، والسنتر بتاعه فين؟ اهو صح. يبقى ده بنسميه فلكتويتنج لود. طيب اخر واحد اللي هو بنسميه كومبليتلي ريفرس. يعني ايه؟ يعني ساين ويف بس بتلف حوالين مين؟ حوالين الزيرو. حوالين الزيرو ده ما بيلفش حوالين الزيرو، هو ساين ويف بس طلع فوق شويه او نزل تحت شويه ايا يعني كانت مكانها فين. انما ده بنسميه بقى ايه؟ كومبليتلي ريفرس، يعني طالع من القيمه بالبوزيتيف لايه؟ لنفس القيمه بالنيجاتيف. ماشي؟ دي اشكال اللودز اللي عندنا. اتفقنا خلاص اول اثنين دول مش هنتعامل، المهم بس تبقوا عارفين ان الحاجات دي موجوده في الطبيعه. طبعا الراندم يكون مثلا زي اللود بتاعي اي حاجه، الرياح مثلا على وش عمر، هل الرياح ثابته او اتجاهها ثابت حتى ولا اي حاجه خالص؟ كله فلو انت جيت تحسب البريشر بتاع الرياح مضروب في الاريا مثلا بتاع البيلدنج ده يديك ايه؟ فورس، بس فورس بتتغير طول الوقت، بتتغير ما تعرفش تطلع لها بقى معينه، ما تعرفش تطلع لها شكل معين خلاص. والامباكت قلنا مثلا زي او اي حاجه تاني من اللي بتعمل امباكت خلاص. طيب يبقى دول الحاجتين اللي احنا هنشتغل معاهم. طيب من عايزين نطلع تو فاليوز مهمين قوي اللي احنا هنكمل بيهم بقى من هنا ومن هنا خلاص. اول حاجه منهم اللي هي مين؟ اللي هي الافريج مين، شايفينها؟ اللي هي هنا الخط اللي في النص ده. طب هنا في زيرو خلاص، يبقى في الكومبليتلي ريفرسد لوز الافريج فاليو اللي هي مين؟ هنا مش زيرو، هنا رقم، سواء الرقم ده بالبوز او الرقم ده بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى احنا اول حاجه عندنا اللي هي سيجما ام او اف ام على حسب انت بتحسب ايه، يعني على حسب الكيرف ده بتاع الكيرف ده بتاع اللود خلاص؟ ايا كان انت مين فيهم يعني، سواء اللود او السيجما الافريج، والسيجما الافريج اعرف اجيبها من اللود الافريج. لو ده تنشن اعرف اقسم على السيجما او ايا كان شكل اللود، يعني مش هتفرق المسمى هنا المهم الشكل ده خلاص. وهنا اتفقنا السيجما افريج بكام؟ المين تاني حاجه هي البيك اللي انا بطلع لها دلوقتي دي بنسميها سيجما امبليتيود. انتوا ايه؟ انتوا كهرباء صح؟ انتوا اتصالات اكيد عارفين امبليتيود، مش هشرحها جديده. ده الامبليتيود اهو وده المين فاليو. هنا الامبليتيود فين على طول؟ من الزيرو، لان انا بادي من الزيرو. انما هنا مش من الزيرو، هنا من المين فاليو بتاعك، سواء برضه سيجما او فورس، يعني انا هديك لود او هديك ستريس على طول تعرف تطلع منه سواء الرقم ده او الرقم ده. طيب طب لو احسب الكلام ده كارقام بقى، ده هنا هنقول دي سيجما ايه؟ ماكسيموم. ايه؟ وهنا مينيموم. ونفس تحت ماكسيموم ومينيموم. خلاص؟ طيب يبقى انا لو عايز اجيب المين اجيبها ازاي؟ من الارقام، انا مش هاجي ارسم لك كيرف، انا هديك سيجما ماكسيموم وسيجما مينيموم، او اللود الماكسيموم واللود المينيموم. المين يساوي ايه؟ يساوي لي مجموع الاثنين لا مين افريج فاليو، يعني بالافريج الدرجه خلاص. طب الامبليتيود اللي هو الحته دي بقى الفرق بين الاثنين على اثنين سيجما امبليتيود ما تغلطوش، الاي امبليتيود مش افريج، عشان افريج دي كانت يبقى انت دخلت الرقمين في بعض. مين هي اللي في النص؟ مش هقول افريج، مين هي الفاليو اللي في النص؟ ايه امبليتيود مش افريج، ما انت خلاص ما عندناش بقى كلمه ما تلخبطوش. يبقى ماكسيموم ناقص المينيموم على ايه؟ خلاص؟ طيب يبقى جبنا الفاليو دي والفاليو الثانيه كأول حاجه هنتعامل معاها. طيب
عندنا بعد كده كوين اساسيه اللي هي بنقول عليها الانديورنس ليميت. ايه الانديورنس ليميت ده بقى؟ دلوقتي وانت بتشتغل نحسب بالنسبه لل واحنا بنشتغل في الشغل العادي بتاعنا كان الليميت بتاعنا ايه؟ يعني كنت ما بعرفش من مين؟ اليلد صح؟ طيب دي يعني حاجه مختلفه شويه. احنا اتفقنا بقى ان اليلد ده مش هينفعنا لما نعمل سايكل كلودنج، لان انا حتى وانا تحت يلد لما بكرر اللود الحاجه بتفرق بايه برضه؟ فواضح كده ان اليلد مش هينفعني في حاجه. فبيبقى رقم تاني اسمه الانديورنس ليميت اللي هو اس اي داش. ماشي؟ اس اي داش ده بجيبه منين ولا بعمل بيه ايه؟ ده تاني هو الليمت الجديد اللي مرتبط بايه؟ بالسايد لودنج، مرتبط بعدد المرات اللي عملت فيها اللود. طيب ده بيحسب ازاي؟ او موجود فين يعني؟ في رسمه كده مشهوره انتوا هتبقوا ترسموها في ورق بياني وتطلعوا منها الارقام. بنيجي نقول اس داش على اس التيميت المحور ده يعني اللي اس اي داش على والمحور اللي هنا ده نمبر اوف سايكلز. ايه بقى؟ انا النمبر اوف سايكلز بتبقى في رينج كام؟ حد عارف؟ 10 ستة ملايين صح؟ يعني بتبتدي من 1000 ومن ربع مليون و10 مليون بتتكلم عليه قد سنين. فاحنا بالملايين، فانهي ان ده اللي هنعرف نحط فيه ملايين؟ يبقى لازم يكون ايه؟ لوج سكيل. خلاص؟ لوج سكيل. ماشي؟ طيب هنبتدي هنا عند 3، 3 ده اللي هو كام؟ 10 اس 3 اللي هم كام يعني؟ 1000 10 اس 3 اللي هم طيب عند ال 3 بنحط هنا 9 من 10 خلاص؟ عند 3 بنحط او خلينا نقول خليهم 8 من 10 زي ما هو في الكتاب بالظبط عشان نبقى ماشيين برضه ماشي؟ 8 من 10 حلو؟ يبقى لو انا عندي 1000 او اقل من 1000 سايكل يبقى الانديورنس ليميت بيساوي كام؟ 8 من 10 من مين؟ من الالتيميت. من الالتيميت اوريدي بنعرف نحسبه صح كده؟ من الالتيميت اوريدي جبناه قلنا لو سكيل 50 يبقى الالتيميت كام؟ 500 حط صفر ماشي؟ يبقى 1000 او اقل يبقى هبتدي من كام؟ من 8 من 10. طيب بزيد بقى بمشي عامل ازاي؟ تتوقعوا لو عدد السايكلز بيزيد الانديورنس ليميت يقل ولا يزيد؟ يقل صح؟ كل ما اعمل سايكلز اكتر كل ما الماتيريال خلاص مش مستحمله بقى فالليمت بتاعها ايه؟ يقل. فاحنا هنتوقع ان الكيرف هينزل. طيب هو حقيقي هينزل. 4 5 6 وبعد كده عند 6 الرقم ده بيبقى كام؟ بيبقى نص هنا يعني ده كده كام؟ نص 5 من 10 انديورنس ليميت يساوي نص الالتيميت عند كام؟ عند كام دي؟ مليون سايكل اللي هي 10 باور 6 ماشي؟ ونوصل ده كده بالمسطره ستريت لاين احنا في اللوج سكيل فالحاجات كلها بتتقلب ستريت لاين وبعد كده الرقم ده بيظهر خلاص؟ في مشكله في كده؟ هما سكشنين سهلين جدا الحاجه الوحيده اللي بتظهر اللي هي فين؟ من 1000 لمليون هي دي اللي بضطر بس ادخل اركب لهم من هنا انما اكتر من مليون هيبقى على طول الانديورنس ليميت داش بكام؟ نص الالتيميت اقل من 1000 8 من 10 خلاص؟ معايا؟ الحاجه الوحيده اللي محتاج اقارن او ادخل اجيب من هنا هي من كام لكام؟ من 1000 ل مليون من 10 باور 3 باور 6 بعد كده خلاص هيثبت على نص وفي الاول خالص 8 من 10 واقل 3 هناخده برضه 8 من 10 خلاص؟ في حد تاني في حته هو انا مثلا ليه اس اي داش على اس لما لوج ان ب 4 لازم اجيب بقى مش هتكفي اجيب ليه ترسم ده على ورق بياني تو فور تري بس ريت لاين هيك عايز ليه بقى؟ اضرب مش عايز ده واجيب السلوب اللي في خلاص؟ دي هتبقى لازم مش محتاجه انت هنا 3 عند 8 من 10 و6 عند نص يبقى عند يعني الاربعه تبقى عند كام؟ عند 10 والخمسه تبقى عند كام؟ 6 من 10 بس خلاص محتاج احط دراعي وبعد كده خلاص نص ونكمل طيب احيانا خليك معايا احيانا ممكن يجيب لك ده هو في الامتحان ويجيب لك دي 9 من 10 اشتغل على اللي موجود في ناس بتاخدها 9 من 10 بتاخدها 8 من 10
مش هتفرق خالص، ما حدش جاب لك سيره وانت اللي هتحسب اهي 12. جات لك مرسومه ولقيتها 9 من 10 مش هتفرق، خش شوف الرقم اللي انت عايزه وطلعه. اتفقنا؟ طيب يبقى ده بجيب منه ايه؟ جبت منه مين؟ اس اي داش. طيب اس ده اللي هو مين؟ اتفقنا اسمه ايه؟ انديورنس ليميت. طب الانديورنس ليميت فين؟ في الشارع ولا على العينه المحترمه النظيفه اللي حطها في المعمل ولمعها والاوضه فيها تكييف دي انهي واحده فيهم؟ دي اللي في المعمل. دي اللي في المعمل. طيب هل الرقم اللي انا مطلعه في المعمل اروح اطبقه على مثلا كوبري امبابه مثلا اللي هو واقف في النيل والميه فيها ولا فيها املاح والجو عمال يمطر عليه طول النهار وشمس طالعه وشمس نازله وناحيه جايه وعيال قاعده بتتجرح في الكوبري، ينفع ابلاي نفس الرقم؟ ما ينفعش ابلاي نفس الرقم خالص خالص. فبيبقى عندنا شويه بقى فاكتورز كتيره قوي كده، بتاع 6 فاكتورز ولا 5 عشان نحول الرقم اللي في المعمل ده لرقم نعرف نستعمله فين؟ في الشارع. خلاص فين احنا بنعمل ايه؟ ده احنا جايبينه من المعمل، الناس قعدت وقاست وطلعت كده عنده في مكنه كده اسمها سايكليك فاتيج موجوده تحت ميكانيكا، تقعد هي تعمل تحط لها العينه وهي تشتغل بقى وانت تسيبها تقفل عليها وتروح تغيب لك اسبوع وترجع تشوفها. هي شغاله لوحدها بتطلع لك مين؟ الاس اي داش، بتطلع لك الاس اي داش. طيب الرقم ده عشان اروح ابلاي بقى بيه بره في الشارع في حاجه بقى انا فعلا هستعملها محتاج احوله لرقم ينفع استعمله فين؟ في الشارع. فبيبقى عندنا فاكتورز كتير كده نتعلم بقى نجيبهم ازاي؟ هم دول المهمين في الفريق يعني، احنا ما قلناش حاجه مهمه. ايه؟ عشان نعرف نستعمل الكلام ده. بنطلع حاجه في الاخر اسمها الاس اي اللي هو مين بقى؟ اللي احنا هنعمل ايه؟ اللي احنا هنحسب بيه، اللي احنا هناخده ونروح ايه؟ نتعامل بيه ونحسب بيه. ممكن نطلع ورقه بس تكتبوا اساميكم كده. ويا ريت تكتبوا اساميكم يعني كل سيكشن عشان انا بتوه. طيب الاس اي اللي انا هستعمله في الشارع ده بيساوي ايه بقى؟ بيساوي عندنا بقى كام؟ 6 عندنا 1 2 4 5 كي كي بي كي سي كي دي كي اي و بقى مين اللي احتاجناه في الاول؟ الاس اي. يبقى انا محتاج اجيب الخمس كيهات دول عشان احول اللي انا جبته في المعمل لرقم هستعمله فين؟ في الشارع وبحسب بقى. خلاص؟ طيب ايه الكيهات الكتيره قوي دي؟ خليني امسكهم واحد واحد. خلي بالكم يعني مساله فاتيج انت ما بتحفظش اكتر من الجراف. وايفن كمان مش الجراف لان عندكم في الاغلب بيكون اوبن بوك او بيجي لك المعدات اللي انت هتحتاجها او النقط اللي عندنا في تشارتات هنبتدي نستعملها هتجي لك او يعني دكتور محمد هاتوا كده او صوروا التشارتات من الكتاب فدي حاجه متفقوا معاك عليها من دلوقتي يعني. انتوا متر في متر صح؟ اه طيب فانتوا متفقوا على الصديق. هو في المحاضره بتاعت امبارح ايه؟ المحاضره بتاعت يوم الاحد. اه ماشي هو قال لكم داخل لغايه فين؟ عند الفتيج ولا حاجه. ماشي يعني فتيج معاكم. اه فتيج داخل. طيب فحاولوا تحاولوا تسالوا وحاولوا توصلوا له. هو بيبقى موجود في اللاب اللي تحتينا ده اللي هو بتاع الاعطال اللي هو في 17 وانتوا طالعين اللاب اللي على على الشمال سوري وانتوا طالعين من الممر الطويل ده. فخشوا اسالوه هو هيجيب انتوا خدتوا ايه كده محتاج تشارتات؟ هي الفاتيك هتبقى الحاجات بتاعت الفاتيك بس يا هو هيجيبها لكم يا اما هيقول لكم خدوها او صوروا من الكتاب لان هم 3 صفحات مش هتحتاجوا ايه ده كله. خلاص طيب حاجه اول حاجه اللي هي اسمها ايه ده اسمه سيرفيس فينيش فاكتور كي اي اللي هو مين؟ هو السيرفيس فينيش فاكتور. طيب ايه السيرفيس فينيش فاكتور ده او معناه ايه؟ يعني يفرق معايا في ايه؟ حد يعرف ايه؟ حد يديني ورقه كده فاضيه؟ يعني او بص ورقه اي حاجه. طيب خليني اقول لكم ايه اللي يفرق في السيرفيس فينيش لو انا مثلا الحاجه اللي انا بعمل عليها فاتيك. خلينا نتكلم مثلا لو انا عندي عمود وهو ده اللي انا هعمله فاتيك في الحقيقه بقى ماليش دعوه في المعمل. خلاص في الحقيقه عندي عمود او مسطره وهعمل لها فاتيك. ايه اللي يفرق المسطره دي ناعمه من فوق ولا خشنه؟ مش هو معنى السيرفيس فينش ان هي يا خشنه يا خوي يا ناعمه؟ يعني مثلا حاجه طالعه من السباكه فاكرين السباكه؟ كانت حاجه بتطلع عامله محببه كده عشان الرمله.
ولا الحاجه طالعه من الماشيننج فاكرين حاجه بتطلع من الماشيننج ازاي تبقى نظيفه جدا وهكذا. ايه اللي يفرق؟ يفرق ان انا لو عندي اي كراك صغير يعني لو انا العمود اهو ماشي كده من فوق وبعد كده في حته كده وكمل تاني بالمنظر ده ده بيخلي الفتيج الليمت بتاعي يحصل له ايه؟ ينزل ينزل قوي. زي ايه؟ لو انا جيت مثلا فين الورقه دي؟ اهي انا لو شديتها كده هطلع حاجه؟ مفيش اي حاجه. طب لو انا جيت رحت عامل كده من فوق بس اهي دي معرفش اكتر من كده خلاص افتكروا ايه؟ انا عندي اي نطش صغيره كده اي جرح كده في الماتيريال ده بيخليها ما تعملش ايه؟ يخلي بقى ده يحصل له ايه على طول من هنا؟ يجري الكسر ده يجري لما تتكسر تلاقي بدل ما كانت تستحمل مثلا مليون سايكل تلاقيها استحملت 100 خلاص؟ فده اول فاكتور عندنا السيرفيس فينيش فاكتور. طيب لو بصينا في لحد معاك كتاب يعني انا هقول لكم الجراف شكله عامل ازاي وانتوا يعني اللي معايا بنزلهم تاني صوروهم او سيبوهم في المطبعه يعني حاول توصل للناس بس شكل الجرافات يعني شوفوا دكتور محمد هيقول لكم. طيب خليكم معايا انا هرسم لكم شكل الجراف بسرعه على السبوره عشان برضه تبقوا فاهمين بنقول ايه. طيب اول واحد اللي هو بتاع السيرفيس فينش فاكتور لو بصينا هنلاقيه شكله عامل ازاي؟ هيبقى عندي جراف كل اللي هنقوله الجاي ده جرافات الموبايل اللي فوق هنلاقي كذا خط خطوط كتير كده تحت بعض كل واحد عليه حاجه. اول حاجه مثلا خالص فوق عند واحد هنا بيبقى ايه بقى من واحد مكتوب هنا انكولجد. بعد كده مثلا جراوند بعد كده مثلا هنلاقيه ماشيند وهكذا 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 اخر حاجه تحت هنلاقيها ايه؟ ممكن نلاقي كاستد مثلا ماشي؟ يبقى دي دي عمليات البرودكشن فاكرينها؟ العمليات المختلفه البرودكشن بولشد ده في يعني الجراوند ده اللي هو داخل حاجه اللي احنا بنقول عليه بالعربي يجلخ عارفين بنشوفه احيانا حجر حجر خشن كده بيلمع للناس بتسن عتاكين الراجل اللي بيمشي شايف حجر كبير كده ده هو ده الجراوند ان انت حاجه اسمها ده الصنفره بس ايه بس للمعادن